يعني بنروح بالدم نفديك يا عمر، يعني بنروح بالدم نفديك يا عمر. البسني ثوبا اوسع مني، هذا واجب علي وعليك، هي امي وامك. الاستاذ يعقوب من الكويت، تفضل استاذ يعقوب لنرى ما عندك ونرى الجاموسه التي يرضعون منها اي جاموسه، تفضل استاذ يعقوب معاك وما تقفلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احسن الله اليك، حياك الله وبياك. حياك الله وبياك، وانرت وانا حقيقة حزين لأنك تأخرت اليوم عن البرنامج. أعتذر. وتأخر. تفريط مني وأعتذر. تفريط مني وأعتذر. عند كرام والعذر عند كرام القوم مقبول إن شاء الله. حياك الله فضيلة. رضي الله عليك على كرمك وجودك، وأعتذر لحضرتك، أستميحك عذرا. نعم، وأنت قلت للمتصل قبلي بأن الله ألبسك ثوبا واسع، بل أنت واسع وعريض إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله، لا أساوي شيئا يا ربي. حياك الله فضيلة الشيخ، عندي سؤال. تفضل. طيب، طبعا هناك بأن يقولون بأن سيدنا عمر كان عنده من جيش القرشيون الطلقاء ما يقارب 3000، وهؤلاء الذين أعانوه عندما قال للنبي أن النبي قد غلب عليه الوجع، فقد انقسم هؤلاء مع صف سيدنا عمر، فإن سيدنا عمر أول متظاهر ضد النبي وضد حاكم إسلامي، سوى مثل ما سووا بالمطعم التركي لم الجوكرية، وقاموا يهتفون ضد النبي صلى الله عليه وآله، يهتفون ضد التشيع وضد إيران، وأنت تقول بأنك تتشرف بأنك ضد الرافضة. هل تعلم دين الرافضة؟ هل تعلم دين محمد؟ أعلمه جيدا يا شيخ. يا شيخ، أن عمر، أنا بسمعك للآخر أهو، أنا أعلم رأسك وقاعك وقلبك وقفاك وروحك وما عندك من علم، وأنا أطلب كل المعممين يأتون صفا واحدا وأنا معهم، أنا معكم في الساحة الآن. أنت سلام الآن، فقط أنا أجادلك، لا تستطيع مجادلتي. أنت لا تجادل، أنت خب كذاب، بتقول عمر يا كذاب، بتقول عمر يقف أمام النبي ويظاهر ويطلع بالطلقاء. اسمع يا كذاب، اسمع، لابد أن تأتي بسند صحيح على ما لا تصلني بصوتك العالي. الآن ماذا تفعل أنت؟ أنت بتتكلم بتصرصر صرصرة النسوان ولا إيش بالضبط؟ قم يا ابني يا حبيبي، أيها الرجل الذي جاء من خلف المتعة، أنا أعلمك شيئا، أريد منك شيئا واحدا، هات لي سند صحيح بما تقول في هذا الباب، ثبت العش ثم انقش، لأن الأسانيد مهلهلة، كل إنسان خب مثلك مغفل متخلف، ممكن يقول أبو بكر قتل النبي، ويقول أبو بكر طلع على نساء الصحابة فقتلهم، ما هو أي واحد ممكن يتكلم، متخلف أنت في عنبر 25 من المجانين، ممكن يطلع يتكلم بهذا الكلام، فإحنا بنزل الكلام، إذا كان نزل الكلام كلام عقلاء ولا كلام المجانين؟ فهمني؟ أقول لك هات السند، ثبت العرش ثم انقش. عمر بن الخطاب، اسمع يا ابني يا حبيبي، أنت الآن قلت عمر بن الخطاب، اسمع، مش أنت اللي قلت عمر الخطاب وقف مظاهرا أمام النبي وخرج عليه مع الطلقاء، وهو أول من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد قلب الحكم، مش ده اللي أنت بتقوله صح؟ أنا أقول لك هات السند على ذلك، وأنا أتبعك، وأنا سأكون تحت مظلتك، وأنا سأقول بقولك وأنشر بين الناس أن عمر هو الذي فعل ذلك مع النبي. اتفضل. خاف من السؤال، دعني أكمل سؤالي. أيوة، ما أنت بنيت السؤال على الكذب يا ابن الحلال، ما بني على باطل باطل، كلامك كذب. لم أكمل سؤالي، أنا لم أذكر أبو بكر أصلا، ذكرت عمر. أنت ذكرت عمر وأنا قلت لك ذلك، أي واحد مجنون ممكن يقول أبو بكر قتل النبي. سؤالي، عندما يمدحونك تسمح لهم بالكلام، وعندما يأتي سائل بسؤال تأخذه بالكلام الطويل، دعني أكمل كلامي. أنا معك يا ابن الحلال، أنت هتكذب، أنت معلمينك محفظينك 5 كلمات بتطلع بيهم عشان تضحك على الناس، أنا معك وسامع، أنت قلت عمر، اصبر، لا تكن كذابا، انت قلت عمر مع الطلقاء خرج على النبي، مش هذا قولك؟ في صحاح البخاري. طب بس هات لي اسناد بذلك صحيح، هات الاسناد. دعني اكمل سؤالي، ان النبي صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم بدوات وقلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، قال عمر ان النبي ليهجر في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري قد غلب عليه الوجع،
هل يجوز، هل تقبل لاحد ان يقول لابيك وهو في حاله بل قال على النبي، قال كتاب الله بيننا. لا لا استغفر الله، انت كذاب، ما قال ذلك. ولك لست كذابا، المسلم انت كذاب، انا قلت لك انت اولت كذبا. عمر قال ذلك، وقال ايضا كتاب الله بيننا، قال ذلك، قال كتاب الله بيننا، يعني يفصل كتاب الله جل في علاه ان يجعل خليفه بعده في هذا الباب. اين هو؟ لما ذهب؟ قطع، مش بيهرب، ده كذاب اصلا. صحيح البخاري الطبعة الأصلية الهندية عام 1272 هجريا، طبعا دار إحياء التراث العربي في باب المرضى 851، باب قول المريض قوموا عني، طبعا عن عبد الله بن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، يعني موجودين داخل البيت، فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغوة والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. هذا في صحيح البخاري. صحيح مسلم المتوفي سنة 261 هجرية في دار إحياء التراث العربي، طبعا في باب الوصية. مسلم في كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، طبعا الحديث الأول في صحيح مسلم رقم الحديث 21، طبعا عن ابن عباس أيضا أنه قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ سبحان الله. ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله يهجر. طبعا رقم الحديث 22 أيضا عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، لا تضلون بعده، فقال عمر إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغوة والاختلاف عند رسول الله قال رسول الله قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. الله أصحابه.